50 من جهاز الأمن الوطني، وهذا شرف للمؤسسة وشرف لكم أيضا. وكنقول نتمنوا أن هذه الثقافة ديال التواصل بين الأجهزة الاختصاصية في البلد ديالنا وعلى رأسها الجهاز الأمني اللي كيتحمل واحد الجهد جبار كبير جدا وكيقوم بأدوار خفية لا يعلمها كثير من الناس، فاحنا كنتمناو أن هذا التواصل وهذه الثقافة ديال التواصل تستمر، وربما لأول مرة كتواصل مع ناس ديال الأمن اللي كتشوفوهم في الطريق، اللي ربما أحيانا كتكون عندكم عليهم أفكار وانطباعات ومخاوف، كتواصلوا لا شك أنكم كما حسيت أنا كتنفسكم أمام واحد الرمز من الرموز الوطنية، واحد الممثل ديال جهاز الأمن في البلد، هذا الأمن اللي الله سبحانه وتعالى بثنى به على قريش بقوله تعالى: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فاحنا في المجتمعات العربية، المجتمعات الإسلامية عموما، عندنا واحد الصورة، صورة مسبقة على رجل الأمن، فكان خافوه أو كان هابوه أو أحيانا كان نظر له واحد النظرة اللي هي غير طبيعية وكذا إلى آخره. فعندي اليقين بأن كل ما سمعته لقيتوا القلوب ديالكم والأرواح ديالكم والنفوس ديالكم والآذان ديالكم كلها مجابة، لأن كتسمعوا كلام مصدر من رجل كيمثل واحد الاختصاص واحد الجهاز اللي كتشرفوا به، وكتشعروا بأنه كله حرص على السلامة ديال المواطن المغربي والإنسان المغربي. استفدنا وتمتعنا بهذا اللقاء اللي كنتمناو انه يتواصل، وكنتمنى ان الاجهزه المختصه تطور الاداء ديالها في هذا الاطار. كنتمنى كما شفت بعض التجارب بعض البلاد الاجنبيه ولا بعض البلاد العربيه تعمل حصص خاصه فيها في وسائل الاعلام، وسائل الاعلام هي رسميه تقريبا اسبوعيا كاين واحد النوع من التوجيه للمواطنين باش يشيعوا هذه الثقافه وباش يشيعوا هذا الوعي. واحد القضيه اخرى اللي كنت ننبه لها كتعلق بهذا المجال وركز عليها السيد العامل بشكل كبير وكان موفق في التحسيس ديالو والاستشهاد ديالو، اللي هي جانب الوعي، ان المشكله ديالنا في واحد الشك كتعلق بجانب الوعي، واحد مجموعه ديال التصرفات واحد مجموعه الحركات اللي كيدير هذا رجل الامن سواء كان رجل او امراه في الطريق، واحد عدد الناس ربما كيعطيونا واحد التاويل اخر مثل السلوك اللي ذكرناه.